البرتغالي، وتبقى ايطاليا كبيره دايما بتاريخها وبتاريخ انديتها في البطوله. ونتمنى الحقيقه، اعتقد انه تتفقوا معايا حتى لو ما كنتوش بتشجعوا المنتخب الايطالي او مش من محبينه وعشاقه، يعني انه كاس العالم من غير ايطاليا هيبقى فاقد جزء كبير من حلاوته ومن متعته. طيب ناخد حضراتكم بقى لفقره الجي بي اس ونرجع مره ثانيه بعد غياب وبعد توقف طويل جدا عن متابعه اللاعبين المحترفين، نتابع اخبار لاعبتنا المحترفه في الخارج. يمكن مرموش منتظر انه يرجع طبعا بعد اصابته بكورونا، منتظر انه يرجع ويشارك مره ثانيه مع شتوتغارت الاسبوع ده، لكن البدايه هتكون مع مو صلاح في انجلترا وتحديدا في ليفربول. محمد صلاح ما زال حتى اللحظه هو هداف النسخه الحاليه من البريمير ليج، شارك كاساسي في مباراه الفريق الاخيره ليفربول امام بيرنلي، والمباراه دي انتهت بفوز ليفربول بنتيجه 1-0. معدل تقييمه في المباراه 6.9 درجه، ويمكن كان ليه محاوله وحيده على المرمى ونجح في مراوغه وحيده من محاولتين. دقه تمريراته في الماتش ده كانت 71%، وزي ما قلت لحضراتكم هو مسجل في نسخه البريمير ليج الموسم ده 16 هدف وما زال بيحتل صداره الهدافين. القيمه التسويقيه لصلاح حاليا هي 100 مليون يورو، وليفربول بيحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 54 نقطه بفارق 9 نقاط عن المان سيتي المتصدر طبعا. من انجلترا هنروح لتركيا، وتركيا بقى عندنا فيها عدد كبير جدا من لاعبين المحترفين، ابرزهم الحقيقه طبعا محمود حسن تريزيجيه اللي انتقل لاسطنبول بشاك شهير ولعب بالفعل وشارك كاساسي في مباراه الفريق الاخيره، وشارك لمده 77 دقيقه في المباراه اللي جمعت بشاك شهير بجازنتاب، والمباراه دي انتهت بفوز اسطنبول بشاك شهير بنتيجه 2-0. كان ليه محاوله وحيده على المرمى، نسبه تمريراته او دقه التمريرات عنده وصلت لنسبه 90%. القيمه التسويقيه لتريزيجيه حاليا هي 10 مليون يورو، وبشاك شهير بيحتل حاليا المركز الرابع في جدول الترتيب في مسابقه الدوري التركي برصيد 40 نقطه. كل التوفيق لتريزيجيه، محطه مرحله يقدر طبعا يرجع احسن من الاول، وامكانياته وعقليته الحقيقه تخليك تراهن عليه وعلى مستقبله. مصطفى محمد علامه الاستفهام الكبيره اللي بيلعب طبعا لجلاتا سراي في تركيا، وشارك لمده 31 دقيقه في ماتش فريقه الاخير امام قيصري سبور. المباراة دي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، والكويس في ده إنه مصطفى هو اللي أحرز هدف فريقه في المباراة، هدف التعادل. معدل تقييمه 7.3 درجة، ورفع رصيد بالهدف اللي أحرزه في المباراة قدر يرفع رصيده من الأهداف لست أهداف. جلاتا سراي حاليا بيحتل المركز 13 رغم إنه واحد من أكبر الأندية التركية الحقيقة ودايما منافس على كل البطولات، لكن حاليا بيحتل المركز ال 13 برصيد 29 نقطة. القيمة التسويقية حاليا لمصطفى محمد تراجعت شوية، وصلت ل 5.5 مليون يورو بعد ما كان وصل لحوالي 6 مليون يورو. من جلاتا سراي ومصطفى محمد هنروح لكوكا. أحمد حسن كوكا طبعا واحد من المحترفين المصريين اللي عملوا مشوار طويل ونجح في أكثر من بطولة، ولكن يمكن لغايه اللحظه ما وصلش لحاله التوهج الكبيره. احمد حسن كوكا بيلعب في او شارك مع اساسي مع فريق بيلعب في كونيا سبور، وشارك مع فرقته لمده 64 دقيقه امام ترابازون سبور في الدوري التركي. الماتش ده انتهى بخساره فريقه بنتيجه 2-1، ما سجلش وما صنعش وما كان ليه اي محاوله على المرمى طول ال 64 دقيقه اللي شارك فيهم. وبشكل عام في 17 مباراه شارك فيها كوكا احرز خلالهم 4 أهداف وكان ليه 2 أسيست. القيمة التسويقية حاليا لكوكا هي 3.1 مليون يورو، وكونيا سبور الفريق اللي بيلعب له بيحتل حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة وبفارق 12 نقطة عن ترابازون سبور متصدر الجدول. الخريطة اتغيرت، يعني الخريطة اتغيرت جدا، كان في جلاتا سراي، كان في فنرباشا، كان في بيشكتاش، كل دول كانت أندية مقدمة، لكن يبدو إنه في زلزال حصل في تركيا. كريم حافظ نجمنا المصري اللي بيلعب لمالاتاي سبور شارك لمده 13 دقيقه فقط في مباراه فريقه الاخير امام سيفاسبور. الماتش ده انتهى بخساره فريقه بنتيجه 2-1، وتقييمه خلال المباراه دي كان 7 درجات. مرر 10 تمريرات منهم 7 تمريرات صحيحه بنسبه دقه 70%. بشكل عام شارك في 19 مباراه مع فريقه، ما سجلش خلالها ولا هدف ولم يصنع اي اهداف. ومالاتاي سبور اللي بيلعب له كريم بيحتل حاليا المركز ال 20 والاخير في جدول الترتيب في الدوري التركي.
دي كانت آخر أخبار جولتنا مع لاعبتنا المصرية المحترفة في الخارج. كلامنا عن الكرة العالمية مازال مستمر في السادسة، بس اسمحوا لنا هنروح لفصل ونرجع لكم مع ضيوفنا في الاستوديو.